لو كان ولي الأمر فاسقا يشرب الخمر ويزني ويلوح ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر، فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب مناصحته ودعاء الله له. هذا الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، آذاه السلطان وسحبه في الأسواق وضربه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو يقول رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. هؤلاء الذين يعرفون شريعة الله ويعرفون منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم.